يسعد مساكم من جديد. أكد وزير العمل السعودي عادل فقيه خلال افتتاحه منتدى الحوار الوطني الخامس على أن وزارته مستمرة في تنظيم سوق العمل، مضيفا بأن حملات التفتيش تهدف إلى التأكد من التزام مؤسسات القطاع الخاص بأنظمة العمل في المملكة. كما أكد فقيه على الوزارة أن لا تتخذ أي مواقف مسبقة من جميع الأطراف. ونحن اليوم نناقش موضوعا آخر هام، وهو التفتيش، والذي يعد أحد المهام الرئيسية لوزارة العمل لأهميته الكبرى في إيجاد بيئة عمل خالية من المخالفات ومن التحقق من التزام منشآت القطاع الخاص بأنظمة وآليات ولوائح العمل. أود أن أؤكد على أن وزارة العمل باعتبارها الجهة الحكومية المشاركة في هذا الحوار الثلاثي والمنظمة لهذا الحوار لا تتبنى موقفا مسبقا من الموضوع المطروح على مائدة الحوار، بل تسعى عبر هذا الحوار الاجتماعي إلى تلمس الموقف البناء والمستدام. استشارة، إذن هذه الفقرة المستحدثة في هذا البرنامج والتي سنخصصها للحديث عن بعض المفاهيم القانونية والمحاسبية لفائدة كل المشاهدين والمتخصصين. سنفرد المساحة اليوم للحديث عن حوكمة الشركات. هذا المفهوم يعني ببساطة إيجاد وتنظيم التطبيقات والممارسات السليمة للقائمين على إدارة الشركة للمحافظة على حقوق حملة الأسهم وحملة السندات وكل العاملين بالشركة وأصحاب المصلحة المرتبطة، وتنظيم هذه العلاقة من خلال تنفيذ صيغ العلاقات التعاقدية التي تربط بينهم باستخدام الأدوات المالية والمحاسبية السليمة وفقا لكل معايير الإفصاح والشفافية الواجبة. إذن هذا هو التوصيف البسيط لهذا المفهوم، لكن بالطبع هذا الموضوع أعمق وأكبر وله الكثير من التداعيات والجوانب. أستضيف اليوم الأستاذ رامي خريسات الخبير القانوني والمالي للحديث بصورة أشمل في هذا الموضوع. مساء الخير يا أستاذ رامي، وأرحب بك معنا في هذا البرنامج. ولعلنا الآن وقفنا على توصيف وماهية الحوكمة. يبدو أن خارطة الطريق هذه التي توضع تظهر جليا عندما تتعارض المصالح، وأنت تعلم أن الشركات تشهد كثير من تعارض المصالح بين المساهمين من جهة، بين مجالس الإدارات من جهة، كل له هدف وكله من الصعب يعني أن يتناغموا. هل تفلح الحوكمة في وضع حد لكل هذه الخلافات؟ بالتأكيد، هي الحوكمة ظهورها الذي جاء بعد ما حدث بالشركات الأمريكية هي اللي وضع إجراءات تنظم العلاقة كما تفضلت بين الأطراف وتضع حد لما يتعلق بتعارض المصالح أو سوء أداء إدارات الشركات، اللي أثبتت التجربة اللي بدأت بأمريكا بأنه مجالس إدارات كانت في غياب تام عما يجري من قبل الإدارة التنفيذية، وبالتالي كانت الإدارة تستطيع أن تقوم بتغيير وتلميع البيانات المالية لما يخدم مصالحها والحصول على المكافآت بنهاية العام، المكافآت كانت مرتبطة بأداء الأسهم. لذلك جاءت الحوكمة لتعطي دور أكبر للمجلس الإدارة، دور يتم فيه اختيار أعضاء المجالس المستقلين حتى يكون فيه شفافية ومحاسبة وبعد عن المصالح، وقادرين أنهم يحاسبوا الأعضاء الغير مستقلين بحكم استقلاليتهم. ومن خلال أعضاء المجالس المستقلين بتم تشكيل اللجان المختصة اللي كانت كمان من الأمور الغائبة لنظام الحوكمة اللي مطبق بالموجود بقواعد الحوكمة سواء الاسترشادية أو المطبقة بشكل إلزامي، تستوجب من الشركات من أعضاء مجالس الإدارات يجتمعوا في بداية تشكيلهم لاختيار اللجان الخاصة اللي بتكون لكل شركة وفق ما تحتاج تلك الشركة، خصوصية الشركة هي اللي بتحدد اللجان، لكن في لجنة أساسية دائمة هي بتكون مشكلة باستمرار لجنة المراجعة والتدقيق وإدارة المخاطر ولجنة الترشيحات والمكافآت وبقية اللجان كل حسب حاجتها. جيد سيد رامي، هذا جميل. على ذكر السوق، ودائما أنت تعلم وتشهد الدعوة لكل الشركات بأن تنتهج أسلوب الحوكمة وتطبق مفاهيم الحوكمة، وهذه الدعوات المتكررة، حدثني عن انعكاس ذلك على السوق، على الشركة نفسها وأدائها في سوق المال مثلا أو أدائها في السوق بشكل عام. كيف تؤثر الحوكمة إيجابا على الشركة في هذا السياق؟ بداية الحوكمة هي من الأمور التي أوجدت الحقوق
المنصفة لصغار المستثمرين. بالسابق صغار المستثمرين ما كانوا يقدروا أنهم يعملوا تأثير بقرارات الجمعيات العمومية أو يدعوا للجمعيات. القواعد الآن فيها نسبة قليلة من خلال 5% من المساهمين يفترض أنهم يدعوا لجمعية عمومية أو يضعوا جدول أعمال. هاي الأمور انعكست على قراراتهم بالتصويت. أصبح التصويت بيعطي حصص لصغار المستثمرين بنسبة أقل يستطيع أنه يصوت على القرارات، بينما كان التصويت قبل ما يتم وضع نظام التصويت التراكمي كبار المساهمين هم المتنفذين بالشركة. فيما يتعلق بالسوق، بعد ما يتم تطبيق الحوكمة، الشركات اللي طبقتها على مدار التجارب كلها استطاعت أن تحقق قيم سوقية أعلى من بقية الشركات التي لم تطبق الحوكمة. يعني معروف بدراسات لدى الغرب أنه 25% نسبة زيادة القيمة السوقية للشركات اللي عندها نظام حوكمة مطبق وفعال، وبالتالي هاي الأسعار المميزة للشركة اللي فيها حوكمة بتخلي فيه إقبال من جمهور المستثمرين على تداولها واستثمار فيها. أنا حقيقة أشكرك السيد رامي خليسات الخبير القانوني والمالي، ونعد بأن نواصل هذا الموضوع. هذه مجرد يعني إضاءة وفتح شهية أن نواصل في هذا الموضوع عبر هذا البرنامج وأن تكون معنا أيضا. شكرا جزيلا لك. إلى قطاع الطيران. تعتزم طيران الإمارات الاستعانة بثمانية بنوك لترتيب شؤون سندات إسلامية ستضمن من قبل وكالة ائتمان الصادرات البريطانية، حيث سيكون من ضمن هذه البنوك سيتي جروب، HSBC، جي بي مورغان، بنك أبوظبي الوطني، وبنك دبي الإسلامي، وبنك إمارات دبي الوطني، وستاندرد تشارترد، وفقا لوثيقة صدرت عن كبار مرتبي الصفقات المشتركين. ستكون السندات الإسلامية بحجم قياسي، أي ما يزيد على 500 مليون دولار. هبوطنا الآن على مدرج الختام. تحياتي والفريق العامل في هذا البرنامج جلسة الأعمال من CNBC عربية. رفعت الجلسة.